لنفترض جدلا بأنك لازلت مستشارا عسكريا في وزارة الخارجية الأمريكية أو مستشارا لوزارة الدفاع الأمريكية، ما هي النصيحة التي ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة جماعة الحوثي؟ هل تبقى الأمور على ما هي عليه وتبقون على المستوى الدفاعي، أم تقومون بعمل عسكري مباشر تجاه جماعة الحوثي، وإلى أي حد ممكن أن يذهب هذا العمل العسكري؟ أنا حقيقة أحب طريقة طرح هذا السؤال، ولكنني سأخبرك أولا. إذا ما لاحظت أن المملكة العربية السعودية أطلقت بيانا لعدم التصعيد، حتى مع أن المملكة السعودية لا تريد أن تزعج عملية السلام القائمة حاليا مع الحوثيين، وهم يأملوا أن يقوموا بحل المشاكل مع الحكومة اليمنية، فأي التصعيد سيكون إحباطا ليس فقط لليمن، ولكن كذلك سيكون إحباطا للدول المجاورة، وخاصة للمملكة العربية السعودية والإمارات ودول أخرى. فهذا من الجانب أو من البعد السياسي، الجميع يريد أن لا يكون هناك تصعيدا، ولا يوصوا بأن يكون هناك ضربة عسكرية. لكن من المنظور الأمريكي ربما يكون الخيار العسكري هو أسهل شيء، لأن اليمن مفتوح وهنا الأهداف هناك معروفة، ويمكن أن تكون هناك سيطرة على اليمن، ف يمكن أن تكون هناك كذلك مجموعة من إطلاقات الصواريخ، وربما كذلك عن طريق بعض الغواصات، ويمكن إطلاق الصواريخ لعدة أهداف، يمكن في نفس الوقت أن يطلقوا على 100 هدف في 10 دقائق. فاليمن يعتبر خيار سهل، ولكن المشكلة هو ما الذي سيحدث بعد ذلك، ما هي الظروف التي ستحدث بعد ذلك. فالحوثيون ربما سيثاروا ليس فقط على السفن البحرية في السفن الأمريكية في البحار، ولكن ربما كذلك سيقوم بالثأر من المدنيين وكذلك من حقول النفط في السعودية العربية. فهذه هي عملية الثأر التي يمكن أن تحدث.